الحكومة السورية، العدوان الصهيوني السافر أعقب إنجازات القوات السورية على الأرض. بكل شجاعة، سوريا دولة لا تهم ولا تقبل الهوان ولا تقبل المس بسيادتها. الزعبي، سوريا لا تقبل المس بسيادتها وهي دولة لا تقبل الهوان، ومصممون على حماية الشعب السوري بكل الطرق والسبل. كنا بتمشيط المنطقة من محافظة إدلب لحديت لمحاذاة طريق إدلب سلقين. قواتنا المسلحة الباسلة تواصل تقدمها على الأرض وتتصدى لأدوات الإرهاب وتدك أوكارها ومعاقلها. تشق ألسنة الغيظ سماء الشام، كيف لا وقد أرادت أفعى أن تهز قاسيون فما اهتز. ثمة ما نثق به، ثقتنا بالله أن لدينا رجالا لا تخشى في الله لومة لائم، تأكل الأفعى برفة عين وتطأ بالقدم الشريفة رأسها والذيل، فلا تجزعوا. من أراد بالشام شرا سيرتد شره كيدا في نحره، ومن أراد بالشام أن تحرقها نار المنون ستحرقه نارها، فإن فيها رجالا إذا غضبوا غضب لغضبهم الثقلان، لا يخشون في الله لومة لائم. تمشي الشام بخطاها الهوينة حين على المرء أن يتئد بمشيته، ومسرعة حين تدق طبول الحرب، وقد دقت. ليوث الشام خير مثال على أن أنياب الليث إن برزت فلا تخالن أن الليث يبتسم. تحمل الشام أكبر قلوب الأرض على الإطلاق، وتحن على بنيها كأم رؤوم، ولكن إذا رفت عين الغدر كشفت الشام عن ساق جبروتها. الأرض تميد بالمعتدي والسماء تنطبق عليه، وشمسها وقمرها راجمات ويل على كل معتد. صمتت الشام حتى تقول كلمتها الأخيرة عندما ينتهي القوالون اللاعبون بأمان العالم كله، فزلزال دمشق حين يضرب ستهتز له مشارق الأرض ومغاربها. ألا هل بلغت دمشق؟ فليسمع العالم. السلام عليكم ورحمة الله، هذه نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الدنيا بدمشق. عقد مجلس الوزراء السوري جلسة استثنائية لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، وأصدر بيانا أكد فيه أن العدو الإسرائيلي ارتكب عدوانا سافرا ضد الجمهورية العربية السورية، جاء في وقت تحقق القوات السورية فيه إنجازات على الأرض. وقال البيان إن تعقيدات ما يجري في المنطقة بعد هذا العدوان باتت أشد خطورة، وأضاف إننا مصممون على حماية الشعب السوري بكل الطرق والسبل. وقال عمران الزعبي وزير الإعلام السوري إن سوريا لا تقبل المس بسيادتها وإنها دولة لا تقبل الهوان. وأكد الزعبي أن سوريا لن تتخلى في أي وقت عن المقاومة ومن يختارون خيار المقاومة أيضا، وأن دمشق لن تكون يوما نادمة أو آسفة على خياراتها الوطنية. بيان حكومة الجمهورية العربية السورية حول العدوان الإسرائيلي فجر الأحد 5/5/2013. ارتكب العدو الإسرائيلي فجر يوم الأحد 5/5/2013 عدواناً سافراً ضد الجمهورية العربية السورية، مستخدماً الصواريخ لقصف منشآت عسكرية في خرق فاضح لجميع قواعد القانون الدولي، ضارباً عرض الحائط بكل الالتزامات ذات الصلة.
إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا العدوان يفتح الباب واسعاً أمام جميع الاحتمالات، وخاصة أنه يكشف بما لا يدع مجالاً للشك حجم الارتباط العضوي بين مكونات الحرب على سوريا بأدواتها الإرهابية التكفيرية والصهيونية. لقد أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية منذ وقت طويل على هذا الترابط في الهدف والأدوات والوسائل بين الفكر التكفيري والصهيونية وعصابات الإرهاب وجبهة النصرة ذراع القاعدة في سوريا، وقدمت على ذلك الكثير من الأدلة والوقائع، والتي أضيف إليها هذا العدوان الذي جاء في الوقت الذي تحقق فيه قواتنا الباسلة مدعومة من شعبنا مزيداً من الإنجازات في محاربة الإرهاب، والإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم والذين تمولهم كيانات الذل العربي والهوان. لقد برهنت إسرائيل بهذا العدوان عن ارتباطها بالجماعات الإرهابية التكفيرية، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن تعقيدات ما يجري في المنطقة بعد هذا العدوان باتت أكثر خطورة، وعلى الدول الداعمة لإسرائيل أن تعي جيداً أن شعبنا ودولتنا لا تقبل الهوان، وأن إسرائيل وعملائها في المنطقة لا تستطيع الانفراد والعبث بالأمن الإقليمي ومستقبل الشعوب. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أهمية مواصلات إنجازات جيشها في مكافحة أدوات إسرائيل في الداخل، وأنه يكون دائماً من حقها بل من واجبها حماية الوطن والدولة والشعب من أي اعتداء داخلي أو خارجي بكل الطرق والوسائل والإمكانيات المتاحة. عاشت سوريا! المجد لقواتنا المسلحة! الرحمة للشهداء! لكن هذا العدوان أولاً بذاته ليس جديداً، ثانياً هذا العدوان يمارس على الأرض يومياً من قبل المجموعات الإرهابية التكفيرية في الداخل، وعندما نتحدث عن حجم الارتباط يصبح النقاش في طبيعة هذا الارتباط ومضامينه وأدواته وأساليبه نقاشاً يعني غير منطقي. كل شيء بات واضحاً ساطعاً. لماذا الآن في هذا التوقيت؟ لماذا هذا الأسلوب؟ لماذا فتح الحدود؟ لماذا استقبال جرحى المجموعات الإرهابية؟ لماذا الأسلحة الإسرائيلية؟ لماذا الصواريخ الإسرائيلية في يد هؤلاء المسلحين، هؤلاء التكفيريين، هذه المجموعات الإرهابية، جبهة النصرة وغيرها؟ كل هذه الأسئلة مطروحة، ليست أسئلة وليدة العدوان صباح اليوم. في كل الأحوال وبكل بساطة وبكل شجاعة، سوريا دولة لا تهم ولا تقبل الهوان ولا تقبل المس بسيادتها ولا بأمنها الوطني، لا في الداخل ولا في الخارج. وعلى من يفعل ما يمس هذه السيادة! دوي غير مسبوق هز العاصمة دمشق على عدة دفعات، مع كتل لهب هائلة شاهدها كثير من سكان دمشق ترتفع من خلف جبل القاسيون لتغطي غيمة دخان كبيرة هلال الشام قبل أن تنجلي عقب ساعتين من هذا الدوي. الانفجارات وقعت في منطقة جمرايا قرب الهامة واستهدفت مركزا للبحوث العلمية، والأنباء أفادت بوقوع ضحايا، غير أن المؤكد أن هذه الانفجارات ناجمة عن اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على مواقع سورية. ومع الحزن الذي شعر به الدمشقيون خصوصا لهذا الانتهاك السافر لسيادة دولة ما أحنت رأسها يوما لغاز، بدأ السوريون وبعد العدوان مباشرة يتناقلون في أحاديثهم أن تل أبيب اضطرت مرغمة على هذه الضربة
في محاولة واضحة للتخفيف عن المجموعات الإرهابية المسلحة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها على يد الجيش العربي السوري الباسل في أكثر من مكان، وبعد تحقيق القوات المسلحة العديد من الإنجازات على طريق إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا. سجل الجيش العربي السوري انتصاراته على الأرض، أحاط دمشق بريف عينه، طهر حمص بأحمر دمه، وتقدم يقهر أداة المؤامرة عن كامل جغرافيته. من أجل هذا، وفي محاولة فاضحة لإنقاذ أبناء العدو الصهيوني الذين تعرضوا لهزائم متلاحقة وانهيارات غير مسبوقة في الغوطة بريف دمشق والقصير في ريف حمص، نفذ العدو الصهيوني اعتداء جديداً على الأراضي السورية في الساعة 1:41 بتوقيت دمشق من صباح يوم الأحد 5 أيار عام 2013. قامت طائرات حربية إسرائيلية بعدوان جوي صاروخي من الأراضي المحتلة ومن جنوب لبنان باتجاه 3 مواقع تابعة للقوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية، تقع في شمال شرق جمرايا وفي ميسلون وفي مطار شراعي بمنطقة الديماس في دمشق وريفها. وقد أسفر العدوان الإسرائيلي عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين السوريين، وأدى إلى تدمير واسع في المناطق المدنية القريبة منها. ويرى مراقبون أن الفاجرين يعتقدون الآن أن دمشق قد تهتز من اعتداء إسرائيل في الفجر، والفاجر لا يعلم على الإطلاق أن القيادة العسكرية السورية والجيش السوري سيكون لهم كلام آخر، وأن هذا الهدوء هو هدوء يسبق كلام الحكيم، والحكيم هو من يتروى ويهدأ وينظر حوله ويقيس المسافات قبل أن يقفز، فلن يقفز في الهواء قبل أن ينظر أين سيضع أقدامه، ولن يقفز إلا إذا كانت قفزته ستضعه على عنق إسرائيل، وعندها يستعد لوثبة كبيرة. فلا تفرحي يا ثورة العار والهوينا يا أم الثورة يا تل أبيب، فهذه سوريا وهنا دمشق، هنا حيث دحر الأعداء على مر السنين، وهنا ومن هنا سيدحر أعداء اليوم وسيصاب أسيادهم بالخزي والعار. شبان مش شبان في بلدنا، في الصورة في أهم مكان، قلنا يا ساعدنا وغلطنا هم أيامنا هم تارينا هم، قلنا يا ساعدنا وغلطنا هم أيامنا هم تارينا هم، في يوم الدم وهبنا الدم حبيبنا. هذا وقد وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، وأكدت الرسالتان أن العدوان الإسرائيلي السافر على مواقع تابعة للقوات المسلحة في سوريا تأكيد على التنسيق بين إسرائيل والمجموعات الإرهابية والتكفيريين التابعين لجبهة النصرة إحدى أذرع القاعدة. قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في الساعة 1:40 بتوقيت دمشق من صباح يوم الأحد الواقع في 5 أيار من عام 2013، قامت طائرات حربية إسرائيلية بعدوان جوي صاروخي من الأراضي المحتلة ومن جنوب لبنان باتجاه 3 مواقع تابعة للقوات المسلحة
في الجمهورية العربية السورية، تقع في شمال شرق جمرايا وفي ميسلون وفي مطار شراعي بمنطقة الديماس في دمشق وريفها. وقد أسفر العدوان الإسرائيلي عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين السوريين، وأدى إلى تدمير واسع في هذه المواقع وفي المناطق المدنية القريبة منها، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك بأن إسرائيل هي المستفيد والمحرك والمنفذ في بعض الأحيان لما تشهده سوريا من أعمال إرهابية تستهدفها دولة وشعبا، سواء بشكل مباشر أم عبر أدواتها في الداخل. وأضافت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية تؤكد في هذا الإطار بطلان المزاعم التي أطلقتها إسرائيل في الآونة الأخيرة لتبرير أعمالها العدوانية بذريعة نقل أسلحة إلى خارج الحدود السورية، وأشارت إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تعتبر أن التصريحات الأمريكية التي سبقت وأعقبت شن الغارات المذكورة شجعت إسرائيل على القيام بعدوانها ووفرت غطاء سياسيا لها لخرق السيادة السورية بانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وقالت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها وأرضها وسيادتها، تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على سوريا ومنع تكراره والحيلولة دون تدهور الوضع في المنطقة وخروجه عن السيطرة. وختمت الوزارة في رسالتيها بالقول إن استمرار بعض الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في توفير الغطاء لاستمرار إسرائيل في عدوانها واحتلالها للأراضي العربية بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل يحملها المسؤولية الكاملة عن التبعات التي يمكن أن تنجم عن الأعمال العدوانية الإسرائيلية. هي ليست المرة الأولى التي تعتدي بها إسرائيل على سوريا خلال السنة المنصرمة. الهدف واضح، رفع معنويات مرتزقتهم الذين يعملون بغطاء منهم لضرب سوريا. والسوريون يقولون نطالب بالرد على كل من تسول له نفسه بالتطاول على سوريا من الخارج والداخل. فعل إجرامي وما لازم نسكت عنه. هاي سيادة الدولة، لأنه شيء بيتعلق بالعز والكرامة، نحن تعلمناهن على مدى أجيال، فما لازم يكون يروح بهيك هباء يعني بغارة أو بإيش. الرد عليهن فورا، ما يسمحوا لهم بهالهجوم هذا اللي صار على سوريا. وأنا إن شاء الله أملي بالله كبير إنه سوريا تضل بخير. برأيي إنه الدولة السورية لازم ما تحقق لهم الهدف اللي هن بدهن إياه، يعني تتركهم هلأ لحتى نقضي على المجموعات اللي هون، هن بدهن يلهون عنا. والله بنستنكر هذا الشيء وان شاء الله بنرد لنا هالرد سريع من الجيش العربي السوري. الله يقويهم يا رب على الارهاب مكافحته. طالب الدوله السوريه القضاء من الداخل، تنظيف الداخل بعدين الرد. انا طالب بالرد، يعني ضروري انه طالب بالرد، لانه هذا الشيء يعني حرام. يعني نحن دوله كبيره ممانعه، المفروض انه طالب بالرد ورد قوي. يعني تاتي في اطار التغطيه على انهيار معنويات المسلحين على امتداد سوريا، وتأتي رسالة إلى محور المقاومة بأنهم متكاملون مع المسلحين هنا. يعني هذا عمل جبان وخسيس، يعني شايفين وضع البلد واقع مسلحين، ومسلحين طبعا جزء من إسرائيل، وشافت إسرائيل أن المسلحين هلق واقعين برضه وتبهدلوا ونعفس عروسه من قبل الجيش. إسرائيل بقى بده شو بده يعملوا؟ بده يعملوا شو ضربة أنه بيقوم معنويات المسلحين. نحن نختار الوقت اللي بيناسبنا، نحن الوقت اللي نحن فينا نرد عليه، ما مو الوقت اللي هن بالدنيا، الوقت اللي نحن بدنا اياه بنرد عليهم. هي المجموعات الارهابيه فلست، صاروا اسيادهم مشان يعطوهم معنويات، هي اكثر ما في الامر. ونحن ان شاء الله صامدين بعزيمه جيشنا وقائدنا الرئيس بشار الاسد. اكيد بيعكس الاجرام الاسرائيلي اللي متعلق بالاحداث بسوريا، وهو مو لازم ينسكت عن هالشيء. الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أول تعليق له على العدوان
اعتبر أن من حق إسرائيل أن تعمل على حماية نفسها. وفي طهران دانت الخارجية الإيرانية الاعتداء الإسرائيلي على سوريا، وطالبت دول المنطقة بالوقوف بشكل حازم في وجه هذه التجاوزات. تتابع الجهات الرسمية والقوى والأحزاب العربية والإقليمية والدولية استنكارها للعدوان الصهيوني الجبان على أراضي الجمهورية العربية السورية. ففي تصريح لوزير الإعلام السوداني قال فيه: أن تقصف إسرائيل سوريا وألا نتدخل كعرب أمر يطعن في كبرياء الأمة العربية ورجولة كل العرب. وفي رد عاجل على العدوان الهمجي الصهيوني، دعت المكاتب الشبابية للأحزاب المعارضة الأردنية القومية واليسارية واللجنة الشعبية لدعم سوريا ونهج المقاومة في العاصمة عمان والمحافظات والتجمعات القومية والإعلامية إلى الاعتصام للتعبير عن إدانتها وشجبها ورفضها للعدوان الصهيوني الغاشم على سوريا العروبة وضد التدخل الأجنبي في الشأن السوري والعربي. في حين أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن كيان الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمر بشنه العدوان على مواقع في سوريا، ما يشكل بداية لحريق كبير في المنطقة. كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الصهيوني الغاشم على مواقع في سوريا، معتبرة أن هذا العمل الإجرامي اعتداء على الأمة العربية ومساس بالسيادة السورية. وشخصيات سياسية وإعلامية مصرية أكدت أن اعتداء الكيان الصهيوني السافر على مواقع في سوريا يظهر بشكل علني أن الحرب على سوريا هي إسرائيلية أمريكية غربية منذ بداية الأزمة. وأكد الائتلاف القومي العربي المستقل في مصر أنه مع هذا العدوان الصهيوني الغاشم انكشف للجميع أن الحرب القذرة على سوريا لم تكن إلا حربا إسرائيلية أمريكية تديرها مجموعات إرهابية وقوى إقليمية وعربية بالوكالة، وانتقلت الآن من الخفاء إلى العلن. وأكد شيخ عقل المسلمين الموحدين في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب أن ما يجري في سوريا ناجم عما جنته أيدي العرب وفعلته أموالهم في وطن كان رأس الحربة في الدفاع عن الأمة ومقدساتها. الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أدان بأشد العبارات العدوان الصهيوني على مواقع في سوريا، والذي يأتي استكمالاً لإرهاب القوى الظلامية والمجموعات المسلحة باعتداءاتها على المنشآت الاقتصادية والمواقع الأثرية ومؤسسات الدولة للإجهاز على حاضر وماضي وتراث سوريا التي وقفت طوال العقود الماضية في وجه العدوان الصهيوني على الأمة العربية. حزب الثوابت التونسي أدان العدوان الهمجي الإسرائيلي، ووصف هذا العدوان بأنه صورة أخرى للهمجية الصهيونية، ويشكل استمراراً لسياستها القائمة على انتهاك سيادة الدول والعربدة وخرق الشرعية الدولية بدعم من راعية الإرهاب في العالم أمريكا. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية العربية السورية، مؤكدة أن هذا العدوان يؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وداعية في الوقت نفسه إلى ضرورة وحدة وتضامن دول المنطقة في مواجهة تهديدات الكيان الإسرائيلي. كما أكد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني أن العدوان الإسرائيلي يعزز موقف إيران مما يجري في المنطقة، والذي يؤكد أن الهدف الأساسي من افتعال الأزمة في سوريا هو ضرب محور المقاومة في المنطقة. اللواء أحمد وحيدي وزير الدفاع الإيراني أيضا أدان بشدة هذا العدوان، مؤكدا أن هذا الاعتداء نفذ بضوء أخضر من أمريكا، وفضح مجددا ارتباط المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا وداعميهم بكيان الاحتلال الصهيوني. وفي حين أقر مسؤول إسرائيلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي بإقدام إسرائيل فجر اليوم بشن عدوان على سوريا، برر الرئيس الأمريكي باراك أوباما العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية العربية السورية بالقول إن من حق إسرائيل حماية نفسها، في الوقت الذي دعت فيه الجامعة العربية وعلى لسان أمينها إلى وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها. وفيما أقر مسؤول إسرائيلي كبير في كيان الاحتلال الإسرائيلي بإقدام إسرائيل على شن عدوان على سوريا، متذرعا بأن القصف استهدف أسلحة إيرانية، لم يستطع هذا المسؤول أن يخفي أن سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب عالية جدا لم تبلغها منذ سنوات لمواجهة أي احتمال، فيما ادعت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية
أن إسرائيل هاجمت إرساليات أسلحة في ضواحي دمشق. إن كنت في حفرة فتوقف عن الحفر، حكمة أطلقها الغرب، لكن قادة الكيان الصهيوني فاتتهم أو أنها غابت عن قاموسهم. الحفرة هي الخسائر التي تتعرض لها مجموعات الإرهاب في سوريا، وإسرائيل بغارتها أرادت أن تنقذ هذه المجموعات، لكنها قد لا تنقذ نفسها حتى من الرد السوري. وسائل إعلام العدو الصهيوني رأت أن المجموعات المسلحة في سوريا فشلت في محاولة السيطرة على دمشق بعد الغارة التي نفذت عليها. الرئيس السابق لأركان جيش الاحتلال الإرهابي جابي أشكنازي طالب بتقديم السلاح للجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا الدولة والشعب السوريين. رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت دعا إسرائيل إلى القيام بهجمات موضعية لمنع عمليات ما سماه نقل سلاح كيماوي من سوريا إلى حزب الله. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت أن جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما في دفع ما سمتها المسيرة السلمية إلى الأمام من خلال الحملة المكوكية لوزير خارجيته ستفشل ما لم تشمل توسيع دائرة الشركاء بحيث تضم كافة زعماء الدول العربية وليس قطر فقط. وسائل إعلام العدو أفادت أن جيش الكيان قام بنشر عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ في منطقة الشمال تحسباً من الرد السوري. زيارة بنيامين نتنياهو إلى الصين احتلت موقعاً بارزاً في صحف العدو لإجراء محادثات منفصلة مع المسؤولين الصينيين تفادياً للانطباع الذي قد يؤخذ بأن إسرائيل ستشن هجمة جديدة على سوريا. سفير الكيان الصهيوني لدى الولايات المتحدة يقول لن نقف مكتوفي الأيدي جراء التعاون السوري مع حزب الله. مصادر أمنية صهيونية أكدت أن إسقاط النظام السوري وحلفائه سيدعم التوجه العربي الجديد نحو السلام مع إسرائيل الذي يلقى دعما أمريكيا غير مسبوق. وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب كادمة الإرهابي شاول موفاز قال إن الغارات الجوية الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا هدفها منع تعاظم قوة المقاومة أي حزب الله وردع إيران. المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت أليكس فيشمان أشار إلى أن الغارات الإسرائيلية ضد سوريا لن تردع دمشق وهي تشكل خطرا حيال احتمال نشوب حرب إقليمية. وقال إذا كانت الأنباء من الولايات المتحدة حول الغارات الإسرائيلية على سوريا صحيحة فإن من شأن ذلك أن يدخل إسرائيل إلى طقوس شاقة بشن غارات في سوريا من خلال المخاطرة بأن تخرج المواجهة عن السيطرة وستؤدي إحدى هذه العمليات إلى اشتعال إقليمي. المحلل العسكري في صحيفة هارتس عموس هاريئيل قال إن إسرائيل بقيامها بشن غارات ضد سوريا سارت ببهلوانية على حبل رفيع للغاية وهي تحاول الإصرار على الخطوط الحمراء التي رسمتها بمنع ما سماه نقل السلاح الكيميائي والسلاح المتطور إلى حزب الله من دون أن تحول ما سماها الحرب الداخلية في سوريا إلى مواجهة بين تل أبيب وبين نظام الأسد. محلل الشؤون العربية في هآريتس تسفي بارئيل قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تشير إلى وجود مصلحة مشتركة لإسرائيل والمتمردين وإن إسرائيل قد توسع عملياتها الجوية في سوريا من أجل منح مظلة لحماية المتمردين أيضا واعتبر أن حلا كهذا قد يكون مريحا للولايات المتحدة والدول الغربية وتركيا التي ليست مستعدة للتدخل عسكريا في سوريا دون موافقة دولية واسعة. من كنيسة المريمية تصاعدت الابتهالات للتخفيف عن السوريين في أزمتهم وفيها كانت صلوات لنصرة سوريا ولسلام يعم كافة أراضيها. وفي سوريا اقتصرت احتفالات عيد الفصح لهذا العام على القداديس والصلوات نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وسط الأحداث التي تعصف بالوطن الأم سوريا الحبيبة والأخطار التي تهدد البيوت والأحزان التي تملأ النفوس
أقيم في كنيسة المريمية صلاة احتفالاً بقيامة السيد المسيح ومن أجل النصر لسوريا، حيث أكد يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق على اللحمة الوطنية التي يتمتع بها جميع السوريين من كافة الطوائف، وعلى التخفيف من وطأة هذه الظروف على كل المواطنين جراء الصعوبات التي يمرون بها. من جانب آخر، وجه يوحنا العاشر نداءً إلى المجتمع الدولي لحثه على بذل كل ما بوسعه في سبيل إيجاد حل سريع للوضع في بلدنا الحبيب سوريا والإفراج عن جميع المخطوفين. إن المسيح بقيامته أكد للجميع بأن ذاك الذي حسب مع الأسم إنما هو بالحقيقة سيد السماء والأرض، قام فأقامنا معه، انتصر كمحب ونحن كمحبين انتصرنا، لأن من خواص المحبة أن تجعل كل الأشياء مشتركة بين المتحابين. خلال الصلاة وجه الإخوة المؤمنون معايداتهم إلى جميع السوريين آملين النصر لسوريا وأن يعم السلام داخل أراضيها. نشكر هذا اليوم ونتمنى لجميع الأمم والذي يريد الهلاك لهذه البلد، نتمنى له الهدوء والتروي وعدم إزعاج هذا الشعب الجميل. الله يعيده على جميع الناس وعلى بلدنا وعلى رئيسنا، وإن شاء الله تنتهي الأمور كلها بخير وسلامة. كل أملنا واللي ناطرينه نحن القيامة الحقيقية لسوريا يلي حاجة عذاب، ناطرين قيامة لتطلع سوريا المتجددة، سوريا القوية. وفي ختام الصلاة عول جميع الموجودين أن يعيد الله إلى وجه بلدنا سوريا الحبيبة البسمة حتى توزعها على أبنائها فرجاً وسعة عيش وطمأنينة وأماناً، وأن يعيد هذا العيد على جميع السوريين أينما وجدوا تعزية وأملاً وفرحاً. أكد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية والقدس للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام أن العمل لأجل المصالحة في سوريا له بعد إقليمي لتحقيق المصالحة بين العرب أنفسهم، داعياً إلى المشاركة يوم السبت المقبل بالصلاة لأجل السلام في سوريا. وقال البطريرك لحام خلال لقائه أمس وفد الهيئة الدولية لدعم المصالحة والتضامن إن السلام في سوريا ولبنان والأرض المقدسة هو شرط للسلام العالمي والإنساني الذي نسعى إليه جميعاً. وتابع البطريرك لحام: نصلي من أجل نبذ العنف ومناهضة الحرب ورفض منطق السلاح، لأن هذا الفعل هو ضد أي منطق إنساني ودعوة إيمانية، ولأن الجهاد الحقيقي هو جهاد السلام. وفي فلسطين المحتلة مهد السيد المسيح عليه السلام، وفي مشهد جديد يدل على همجية الاحتلال، تعرض رجل دين مسيحي للاعتداء بالضرب على يد رجال شرطة الاحتلال في سوق خان الزيت بمدينة القدس المحتلة في محاولة لمنعه من الدخول إلى كنيسة القيامة والمشاركة في الاحتفال بسبت النور. تصدرت قرية البيضة في ريف محافظة طرطوس طوال الأيام الماضية عناوين القنوات الصفراء الشريكة في سفك الدم السوري، ولجلاء الحقيقة توجهت كاميرا الدنيا إلى البيضة ورصدت الحقيقة على الأرض لدحض افتراءات القنوات المضللة. نحن الآن في ساحة البيضة، كما تشاهدون سيارات فوج إطفاء طرطوس والدفاع المدني، الجهات الخدمية في محافظة طرطوس أرسلت كل الآليات وصولاً لإعادة المكان كما كان. هنا بالمقابل الجامع القديم، يعرف بجامع البيضة القديم، وفي الطرف الآخر هناك الجامع القديم. هنا كان المسلحون يتمركزون، وهنا من هنا أطلقوا النار على وحدات الجيش، ومن هنا أقدموا على نسف
الدوريات بالقنابل، وفي هذه الساحة بالضبط تمت معارك كثيفة جدا بين أوكار المسلحين وحماة الديار. عناصر من حماة الديار والدفاع الوطني في يلاحقون فلول أوكار المسلحين ويفتشون المنازل وصولا لإعادة الأمن والأمان إلى هذه القرية الآمنة الزراعية التي كانت على عهدها تعيش حالة من التعايش. بعض المواطنين التقينهم عبروا عن سخطهم من أوكار المسلحين ومما آلت إليه هذه القرية. جماعة خرابين بدنا يخربوا البلد، هذا اللي طلع معهم هالكلاب. عايشين رخص وأمان وكل شيء، شي صورت هيك ما بعرف يعني. سيارات فوج إطفاء طرطوس استعدادا لبدء مهمة التنظيف وشطف وإثارة أثار المسلحين الذين عاثوا فسادا في هذه الساحة. اشتباكات عنيفة جدا شهدتها هذه الساحة بين وحدات الجيش والدفاع المدني والمسلحين. مهمتنا تنظيف بقايا المسلحين من دمار وأوساخ. شكرا. شو مهمتنا اليوم؟ مهمة إزالة وتنظيف ما خلفته المجموعات الإرهابية. من ساحة البيضاء لقناة الدنيا طرطوس ريف بانياس، هيثم يوسف. إلى إدلب وتحديداً على طريق إدلب حارم، قام رجال الجيش العربي السوري بعمليات نوعية تم من خلالها تدمير أوكار ومقرات للإرهابيين، بالإضافة إلى تفكيك عدد من العبوات الناسفة. كاميرا الدنيا واكبت العملية. هناك في أقدم بقاع الأرض في إدلب الخضراء وعلى الطريق الواصل إلى حارم، حط رجال الجيش العربي السوري رحالهم ليطهروا هذه المنطقة من رجس الأعمال الإرهابية. عملية نفذها الجيش العربي السوري تم من خلالها مداهمة مقرات ومواقع المسلحين واستهداف أكثر من 10 مقرات، أحدهم عند مدخل بلدة كفر جالس، ما أدى لوقوع إصابات بصفوف المسلحين. وتم تفكيك 4 عبوات ناسفة عثر عليها داخل إحدى المقرات. قمنا بتمشيط المنطقة من محافظة إدلب لحديت لمحاذاة طريق إدلب سلقين، وأمامنا الآن معمل مخلل على محاذاة موارد المائية ومدرسة الزراعة. سيتم توغل العناصر الكتيبة باتجاه الموارد والمدرسة الزراعة، وسنقوم بتمشيطها والاشتباك معهم، وبإذن الله سنقضي عليهم ونسحقهم سحقا. انتصار تلو انتصار يحقق بهمة وعزيمة رجال الجيش الذين علموا العالم كله معنى الصمود في وجه العدو حتى تحقيق الغاية المنشودة، وهي إعادة الأمن والأمان للشعب السوري. وهنا العلم السوري يبعث برسالة لعناصر الإرهاب أن حماة الديار قادمون. ذكرت صحيفة الجمهور اليمنية أن هناك عمليات تجنيد واسعة لشباب يمنيين من أبناء المحافظات الجنوبية للقتال في سوريا، إلى جانب إرهابي جبهة النصرة والمجموعات المسلحة الأخرى تقوم بها قيادات حزبية ودينية وعسكرية تعمل تحت إشراف أمريكا وقطر والسعودية، ضمن مخطط أمريكي صهيوني إخواني قذر لتدمير الدولة السورية وجيشها العربي الصامد منذ أكثر من عامين. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس عن حسين زيد بن يحيى منسق ملتقى إبيان للتصالح والتسامح اليمني قوله إن هؤلاء الشباب معظمهم من العاطلين عن العمل من مختلف المحافظات الجنوبية ومحافظة إبيان بالدرجة الرئيسية، وهم من العناصر التي كانت تقاتل في جبال أبيان باسم مجاهدي أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة، موضحا أن عملية تجميع هذه العناصر تتم في نقطة شقرة، حيث يقسمون إلى مجموعتين تضم الأولى قيادات هذه الجماعات ويتم ترحيلها إلى صنعاء ومن ثم إلى تركيا لاستكمال تدريبهم هناك وبعدها إلى سوريا، بينما تضم الثانية الأفراد المقاتلين، وهؤلاء يتم ترحيلهم عبر الطريق البري من شقرة إلى صنعاء إلى السعودية والأردن ثم إلى سوريا.
في العراق فاز ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نور المالكي بالمرتبة الأولى بانتخابات مجلس محافظة بغداد، وقد أعلن في وقت سابق تصدر ائتلاف المالكي نتائج انتخابات مجالس المحافظات في 7 محافظات من بين 12 جرت فيها عمليات الاقتراع، بحسب ما أفادت النتائج الرسمية النهائية. برزت على الساحة العراقية نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 12 محافظة في 20 من نيسان أبريل، وتصدر ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي نتائج الانتخابات المحلية في 7 محافظات، فيما جاءت في المرتبة الثانية قائمة المجلس الأعلى الإسلامية، وفي المرتبة الثالثة قائمة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، بينما سجلت القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي تراجعاً واضحاً، إذ لم تفز بأكثر من 3 مقاعد في أي من المحافظات التي جرت فيها الانتخابات. وكانت انتخابات مجالس المحافظات في العراق قد جرت بمشاركة ما يقارب من 50% من الناخبين المسجلين لانتخاب 378 عضواً من أصل 8138 مرشحاً موزعين على 51 كياناً، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 50%، وتأجلت في محافظات كركوك والموصل والأنبار، كما لم تجرى في محافظات إقليم كردستان. وتشهد الساحة السياسية العراقية توجهاً حزبياً للكتل الفائزة في الانتخابات للخروج بتحالفات تتآلف من خلالها لتشكيل حكومات تعتمد على الأغلبية السياسية، تكون مبنية على إرساء حجر الأساس لنظام الأغلبية السياسية، تسعى من خلالها لإيجاد حل لأزمات متلاحقة بعد تشكيل حكومة الشراكة، شراكة على أوجه متعددة لأحزاب وكتل عراقية قد تسهم في الحد ولو بنسبة ضئيلة من الخلافات السياسية التي تشوب العراق للوصول لتفاهمات مشتركة تعيد الأمن المفقود من العراق لسنوات. رفعت الدنمارك وفنلندا صفة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في عاصمتيهما إلى مستوى سفارة، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيري خارجية الدنمارك وفنلندا في بيان مشترك: يسعدنا أن نعلن عزمنا معا على العمل مع الفلسطينيين لرفع صفة بعثتيهما في كوبنهاغن وهلسنكي، مؤكدين أن الوضع الجديد سيصبح نافذاً اعتباراً من هذه السنة، إلا أن الدنمارك وفنلندا أكدتا مع ذلك على أن القرار لا يعني اعترافاً ثنائياً رسمياً بدولة فلسطينية ذات سيادة. قتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة وسط موكب لوزير الداخلية الصومالي ومسؤولين قطريين في مقديشو، وقال مسؤولون صوماليون إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم وسط موكب لوزير الداخلية الصومالي ومسؤولين قطريين، ما أسفر عن مقتل 8 صوماليين على الأقل. وأكد المسؤول الأمني حسن عثمان أن السيارة المفخخة استهدفت مبعوثين من قطر، وأنهم كانوا في سيارة وزير الداخلية عبد الكريم حسين جوليد المضادة للرصاص، ومشيرا إلى أن أضرارا لحقت بسيارة الوزير جراء الانفجار، بينما لم يصب من كان داخلها بأذى. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع وسط المنطقة التجارية والإدارية بالعاصمة الصومالية مقديشو. حرائق في الولايات المتحدة، زلزال الصين يؤثر على الباندا، وحكومة الصين تغلق محلات بيع الدواجن. تفاصيل أوفى في الجولة العالمية. نبدأ جولتنا العالمية من الولايات المتحدة وتحديداً من ولاية كاليفورنيا، حيث هددت حرائق الغابات حوالي 3000 منزل على امتداد الساحل. وفي الجنوب من كاليفورنيا شب حريق في الساحة الصناعية التي تحوي منصات الشحن الكبيرة، كما التهمت النيران حوالي 10000 دونم منذ منتصف أبريل نيسان بحسب مصلحة الدولة للغابات والحماية من الحرائق. وإلى منطقة الشرق الأقصى إلى الصين، حيث أدى الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإخافة صغار الباندا بمقاطعة سيتشوان وإصابتهم بالهلع، الأمر الذي اضطر المختصين لوضعهم بمكان آمن. ونبقى في الصين، حيث أغلقت الحكومة جميع المحلات بيع الدواجن الحية خوفاً من انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، كما قامت الحكومة بتزويد أصحاب مزارع الدواجن بالإعانات للحد من الخسائر.
نصل إلى ختام النشرة، لم يبقى إلا تذكير بأهم عناوينها. الحكومة السورية، العدوان الصهيوني السافر أعقب إنجازات القوات السورية على الأرض. بكل شجاعة، سوريا دولة لا تهن ولا تقبل الهوان ولا تقبل المس بسيادتها. الزعبي، سوريا لا تقبل المس بسيادتها وهي دولة لا تقبل الهوان، ومصممون على حماية الشعب السوري بكل الطرق والسبل. قمنا بتنشيط المنطقة من محافظة إدلب لحديت لمحاذاة طريق إدلب سلقين. قواتنا المسلحة الباسلة تواصل تقدمها على الأرض وتتصدى لأدوات الإرهاب وتدك أوكارها ومعاقلها. ختام النشرة، تصبحون على خير.